رتل وأحسن صحبة القرآن بالقلب بالأعضاء بالوجدان. فهو الضياء إذا سريت بنا. من مدينة عدن حيث الإبداع اللامتناهي، إبداع متميز نسطره بكل الفرح والسرور. في هذه اللحظة سنصحبكم في برنامج عشاق القرآن إلى إحدى الحلقات بصحبة الحافظة فاطمة محسن سرور. دعونا الآن نتابع مجريات هذه الحلقة. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج عشاق القرآن. نرحب بكم ونرحب بالضيفين الكريمين الشيخ الحافظ أحمد جمال يحيى أبو بكر الشاطري، وهو من المشايخ الذين تحصلوا على العديد من القراءات المختلفة والمتنوعة، بالإضافة إلى أنه طالب في الماجستير في الدراسات الإسلامية، وقد حاز على بكالوريوس في علوم القرآن، بالإضافة إلى أنه يدرس لأكثر من 10 أعوام، وهو أيضا مشرف لبعض مدارس تحفيظ القرآن الكريم في محافظة لحج. مرحبا بك شيخ أحمد. كمان نرحب بالحافظة المتسابقة الحافظة فاطمة محسن سرور، أهلا وسهلا بك حفظك الله ورعاك. بإمكانك أن تعرفي المشاهدين أكثر عن نفسك، تفضل. الاسم فاطمة محسن سالم علي سرور، من في محافظة عدن، أسكن في محافظة عدن. مستوى تحصيلي العلمي أتممت حفظ المصحف في نهاية العام، يعني نهاية دراستي في الثانوية، في نهاية الدراسة الثانوية، يعني استغلت الفرصة، فرصة الإجازة، فحفظت كتاب الله. جميل، أحسنتي أحسنتي، أبدعتي فعلا، وشيء جميل أن نرى حفاظ القرآن دائما مواكبون لكل جديد ودائما يسعون لتقديم الشيء المميز. وأبدا حفظكم الله ورعاكم مشاهدينا متابعينا. سنذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مجددا. مشاهدينا عدنا إليكم مجددا، لازلنا مستمرون في طيات هذه الحلقة من برنامج عشاق القرآن. نرحب أجل الترحيب بالشيخ أحمد، حياكم الله. كما نرحب بالحافظة فاطمة، أهلا وسهلا بك. في هذه اللحظات نبدأ المسابقة، تفضل يا شيخ أحمد بالسؤال الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بمسابقة المتسابقة الحافظة فاطمة محسن سرور. السؤال الأول، اقرأ من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير لكم، فهو خير له.
وأن تصوموا خير لكم لعلكم تتقون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. حسبك. ما شاء الله، أحسنت يا فاطمة. شيخ أحمد، نعم، ننتقل وإياك إلى السؤال الثاني، تفضل. السؤال الثاني: اقرأ من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية سورة المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ما شاء الله. أحسنت يا فاطمة، أحسنت، قد تألقت فعلا واجتزت السؤال الثاني بفضل الله عز وجل، وهذا شيء جميل وطيب. دعونا الآن ننتقل مشاهدينا ومتابعينا إلى السؤال الثالث الذي سيقوم بطرحه الشيخ أحمد، تفضل. طيب، السؤال الثالث: اقرأ من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسألك الناس عن الساعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل
متى تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. حسبك. فضل الله عز وجل. اجتازت السؤال الثالث الحافظة فاطمة، فعلا حفظ متقن وتلاوة جيدة. بإذن الله مشاهدينا ومتابعينا سننتقل إلى السؤال الرابع وهو المتعلق بأحكام التلاوة والتجويد، ولكن بعد هذا الفاصل سنعود إليكم مجددا. عدنا إليكم مشاهدينا مجددا، لازلنا في طيات هذه الحلقة من برنامج عشاق القرآن، وفي هذه اللحظات انتقلنا إلى السؤال الرابع. وفي هذه اللحظة السؤال الرابع سيتم طرحه من قبل الشيخ أحمد. طيب. شيخ أحمد تفضل. طيب. السؤال الرابع في التجويد النظري، سأقرأ آية ثم تستخرج منها الأحكام الظاهرة. قال الله عز وجل في سورة الواقعة: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. كانوا ما الطبيعي؟ كانوا أيوه قابل في قلقلة أيضا قابل. تمام. في همس في التاء مت. أيوه همس. ومد عرض للسكون مترفين. طيب إنهم إيش الحكم في إنهم؟ إنهم شدد النون. ما حكم النون المشددة؟ النون المشددة؟ تشاد بمقدار حركتين، يعني تغن بمقدار مقدار حركتين. طيب ممتاز ما شاء الله. اجتازت هذا السؤال وفعلا الحمد لله ما شاء الله عليها. احسنتي ابدعتي يا فاطمه. وفي هذه اللحظات قبل ان يتم الاعلان عن النتيجه النهائيه دعونا نذهب الى فاصل قصير نتابع هذا الفيديو كليب ونعود اليكم مجددا. على النبي صلى الله على النبي صلى الله على النبي صلى الله على النبي صلى الله وسلم صلى الله وسلم يا مولاي على النبي والآل صلى الله
ومنبع الجود والحب والإشفاق. آلا يا الله يهدي إلى الرشد يا مولاي. عدنا إليكم مجددا مشاهدينا متابعينا أينما كنتم مشاهدي قناة الصعيدة وعبر برنامج عشاق القرآن. في هذه اللحظات نود أن نعلن النتيجة النهائية، لكن قبل الإعلان عن النتيجة النهائية، الحافظة القديرة الحافظة فاطمة، طموحاتك المستقبلية الأخيرة؟ طموحاتي بإذن الله من أول ما دخلت المركز وحفظ تكون بإذن الله حافظة يعني وخادمة الكتاب الله عز وجل. إن شاء الله خادمة كتاب الله، فإنه يعني سبحان الله فيه نجاح في الدنيا وفي الآخرة. ما شاء الله شيء جميل شيء طيب، نتمنى لك التوفيق والنجاح في حياتك العلمية والعملية. وفي هذه اللحظات سنقوم بالإعلان عن النتيجة النهائية التي تحصلت عليها الحافظة، تفضل. طيب النتيجة تحصلت الطالبة بعد رصد الدرجات حق الأربع الأسئلة تحصلت على درجة 98. ما شاء الله إنجاز، ما شاء الله إنجاز. هذا تميز فعلا واقتدار، لأنها فعلا استحقت هذه الدرجة، وبذلك نود أن نقدم لها شهادة. هذه شهادة عبارة عن شهادة معمدة بإجازة من الشيخ الحافظ أحمد الشاطري، تفضلي هذه الشهادة، بالإضافة إلى هدية عبارة عن مبلغ بقيمة 150 ألف ريال مقدم من الراعي الرسمي لهذا البرنامج اسمنت الوحدة، تفضلي. نتمنى لك التوفيق والنجاح في كل حياتك إن شاء الله بإذن الله، وتحقق كل أمالك وطموحاتك إن شاء الله. مشاهدينا متابعينا، حلقة نموذجية شكلنا فيها الحافظة فاطمة، كما نشكر فيها الحافظ والشيخ المقيم والمجيز والذي أجاز الحافظة الشيخ الحافظ أحمد الشاطري. مشاهدينا متابعينا، كانت حلقة نموذجية، حلقة رائعة مميزة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. كونوا بخير وإلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رتل وأحسن صحبة القرآن، بالقلب بالأعضاء بالوجدان. سريت بنهجه كان الدليل لجنة الرضوان.